ابن الغزال بس اسمي الشهرة مطوة، بدل صاحبي هيبة الناس تهاب ويكون له سطوة، اسمي قد كفك مصنوع فولاذ وعاج، تعض عظمي بسنانك يجيلك ارتجاج، وكابي ألماني على سلاحي منقوش أخوجة، سن سلاحي موسو حامي فوت في اللحمة النية نوجة، تلات نجوم وهلال وهلال فوق جسمي زينة، مطيع لصاحبي مخلص اللي يعوزه يلا بينا، يا ما هوشت وحوش يا ما شوهت وشوش، يا ما فتحت كروش لناس باتت راقدة في نعوش، لو عرقبت رجلي بزاوية صح الواحد ما تشيلوش، لما بظهر فجأة الناس تجبن تجري ولو جيوش، صوت فتح سلاحي بيجيب لصاحبي جنان، قتل عور وزفر سن سلاحي ومش ندمان، قلبه وإحساسه مات ونظرة عينه دي بسعران، إنسان من بره بس من جوه اتقلب شيطان، عيني على صاحب فجر قدرنا ولا قمر، سوق في غياب انت اكتر ماشي يا عمي تفكر، احنا على وضعنا لو عشنا وما لحقنا ما بقوش لدينا عليك يابا واستنصتنا، الدنيا سلف ودين ومسيرك تنهرس، وتقول يا صاحبي فينك يا شقي او كان في وخلص، رحل وكعب داير لفيت الدنيا لف، من ايد مالك لمالك بتنقل من كف لكف، صحيح البحر واحد بس السمك انواع، مريت على الجبل والبق والعترة الشجاع، اللي كان بيعمل بيا نمرة ويرقص في الافراح، في اللي قدروني صح وشافوا فيا اقوى سلاح، كل فترة عيشها بتبقى شكل صاحبي، احداث وناس جديدة وكل وجبي صاحبي احمي، وصاحبي الحالي واعر تاجر مخدرات، فتوة وكفه سابق مش همه اي حوارات، بديت معاه من الصفر ما كانش يسيبني لحظة، ما كانش يجيله نوم الا لما كنت تحت المخدة، واحدة واحدة صيته زاع واخدها بالدراع، افيونته تحت لسانه وشاي وتقيل وبالنعناع، لما تقوم خناقة ويبدأ يتعصب ويغل، يأمن ان في جيبه ويأمن على الابتريل، عور بيا ياما قتل تلات مرات، اخرهم جرد جثة بره بر من البراد، الناس بقت تخاف وتهاب وتعمل له حساب، واللي بيعترض طريقه بتبقى عيشته هباب، عمل لنفسه ظهره بعلاقة تثبت وجوده، وزود حجم تلابه تاجر هيروين وفودو، كبر وتوحش لعب معاه القرش، جاب مرسيدس ساعة دهب نشاط تاني عالوش، في تحته جيش رجالة بأمره ينفذوا التمام، وفي طبنجة 9 ملي وفي آلي دفع أرقام، خلاص استغنى عني لبقيت شد المقام، بقيت أعره لو ظهرت معاه خلاص مات الكلام، فحطني في صندوق جزم قديم رماه فوق الدولاب، أكتر من 3 سنين مرمي رمي الكلاب، جنبي في الصندوق ورق مضروب وذكريات، حشيش قديم نشف وصورة ابنه اللي مات، من خبرتي بالناس حافظ حبة أمثال، أكترهم مؤمن بيه دوام الحال من المحال، طغيان صاحبي ونفوذه خلت العين عليه، والكوك لحس دماغه والغرور عماله عينيه، شبه احتكر السوق فولاد الكار قلبين عليه، حتى الحكومة هاجت ماجد قررت حاطين عليه، كم واحد من رجالته عاملين معاه الجلاشة باعوا سره للحكومة فاتعمل عليه كماشة، اختاروا يوم كان كانس فيه في البيت تقريبا تبن طن، هيروين وكوكايين شكل كمية حاجة تجن، البوليس هجم كبس على البيت بالليل الساعة 9، مطر من ضرب نار اغلبهم للهروب بيسعى، بس صاحبي قلبه ميت شد لاين وقام يدافع، بالعروسة 9 ملي قام يهاجم كانه راجع، حد فض خزنة المسدس من وراه، حتى الآلي اختفى دفع لفاعل يا ولداه، صاحبي هرش واستوعب انه اتباع وعلى المشاع، هيعيش لو سلم نفسه هيموت لو عمل شجاع، ما حسش بالأمان عمل زي زمان، جب ايده في جيبه جبني فافتكر كل اللي كان، أخيرا افتكرني وجبني من فوق الدولاب، فرحت انه بيلجأ لي تاني وحنرجع صحاب، اول ما مسكني استغرب شكلي اصلي مردوم بالتراب، باظت لحظه فرحتي من قوه رزعه كسر الباب، ناس كتير دخل بسلاحه الكل كان مكشف، صاحبي فتح سلاحي ما اتفتحش اصله تلم، عمري ما اقدر انسى نظره عينه ليا كان مبلم، شكله فكر اني خنته عينيه ليا بتتكلم، خط طلقه وسط دماغه وراها رصاص كتير، وقع غرقان في دمه وانا اترميت بطير، وقعت جنبه وشفته بيطلع اخر زفير، صاحبي اللي كان فرعون ادي شكل المصير، وفجاه في وسط زحمة الأوضة اللي كانت شديدة في إيد جت كمرتني، شكلي داخل قصة جديدة.